مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة مجد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور. استكمالا لسلسلة عطور دار الرحاب، هذه الدار التي تنتمي إلى المملكة العربية السعودية وتعتبر واحدة من أقوى الدور في وطننا العربية. بدأت دار الرحاب بإنتاج العطور في سنة 1975، وفي مدة قصيرة اكتسحت الكثير من الوكالات في الدول الأوروبية مثل باريس بلو وريمي ماركيز. هذه الحلقة راح تكون الحلقة الرابعة لأجمل هذه العطور. إذا فاتتكم الثلاث حلقات الأولى راح نخليها لكم كلها في صندوق الوصف. نبدأ بأول عطر، عطر عود الرحاب من دار الرحاب. هذا العطر اللي هو في الأصل موجه للجنسين ينتمي إلى فئة العطور العنبرية. العطر هذا يبدع أكثر في الأجواء الليلية لفصل الخريف والشتاء، وأيضا يمكن استعماله بفصل الربيع. للناس اللي تحب نوتة العود، العطر هذا يحتوي على الأجرود مع المسك والنوتات التابلية وأخشاب الصندل. في بداية العطر يكون يعني افتتاحية قوية من العود، بعد ذلك مع مرور الوقت اللمسات الناعمة من المسك الموجودة في العطر تخليه أنه يكون هادئ وناعم في نفس الوقت، وبعد التوابل المنعشة تضفي طابع جميل في العطر. العطر أيضا يعتبر عطر ثابت إلى ثابت جدا، وفوحانه أيضا قوي. وكما معروف على دار الرحاب تقدم عطور ذات جودة جيدة مقارنة بأسعارها. عطر وايت ماسك، هذا العطر اللي هو موجه أيضا للجنسين، فيه كتير متابعين يسألوني على العطور الناعمة والعطور البودرية. هذا العطر يحتوي على نوتة واحدة وهي المسك الأبيض، عطر انهاري بامتياز ويليق لجميع الفصول. إذا أنتم من عشاق المسك وعشاق العطور الناعمة، أنصحكم بهذا العطر الجميل اللي راح يعطيكم يعني ثبات من متوسط إلى جيد، وفوحانه أيضا من متوسط إلى جيد. لعشاق عطر النيش الشهير عطر جاسمين فول من دار مونطال، اقترح عليكم عطر فول من دار الرحاب نسخة طبق الأصل على هذا العطر. عطر جميل يليق لجميع الفصول، وهو عطر نهاري، عطر يليق أيضا للجنسين وينتمي لفئة العطور العنبرية الزهرية. العطر هذا يحتوي على الياسمين والزعفران، فيه العنبر، الورد والأجر وود، عطر للناس اللي تعشق رائحة الأزهار البيضاء. عطر جميل جدا يتميز أيضا بثباته الشديد وفوحانه القوية. إذا المشاهدين الكرام، كانت معنا هذه الحلقة الرابعة لأجمل عطور دار الرحاب. دائما أختار لكم عطور تكون متميزة ومتكاملة. أيضا للناس اللي فاتتها الحلقات الثلاث الأولى راح نخليها لكم في صندوق الوصف. شكرا لكم ونلتقي في فيديو آخر. سلام.